ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، ازاي حضرتك؟ الله يخليك يا حبيبتي، بشكركم كتير 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 على البرنامج الجميل ده. ربنا يخلي حضرتك، في ميزان حسناتكم يا امين رب. يا رب امين يا رب، بنزوق حضرتك. الله يكرمك يا حبيبتي. شكرا. بصي انا عندي حماتي تعتبر مامي، ربنا يخليها لك يا رب. هي عندها 55 سنه وبيجي لها حرقان في فروه الراس. يعني ايه؟ بس هي عايزه حاجات طبيعيه، وهي عندها القلب وعايزه حاجه طبيعيه تجوع عضله القلب. يعني مش عايزه، هي بتاخد العلاج وكل حاجه، بس هي نفسها، هي بتشوفكم على طول وتتابعكم، بس هي نفسها في حاجه طبيعيه تقوي عضله القلب من ناحيه، وحاجه لفروه الراس كده تدهنها، او اي حاجه طبيعيه. في لفروه الراس، في الاول ازيك يا حاجه فاطمه؟ الله يسلمك. الله يخليك يا دكتور، الله يجعله في ميزان حسناتك يا رب. الله يكرمك. في الاول بالنسبه لفروه الراس، اي شامبو من شامبوات القشره، زي في شامبو اسمه سلينو كير او سلينو جينا او داندل شامبو، تستعمله يوم بعد يوم او كل 3 ايام مع في محلول كده سقسقه في الصيدليه، محلول اسمه كريلا او ديبروسالك. كريلا او ديبروسالك محلول، ده مس كده لفروه الراس كل يوم بالليل لمدة شهر أو حاجة، ده هيظبط الموضوع خالص بتاع فروة الراس عندها. يبقى كريلا أو ديبروسالك مع شامبو للقشرة من اللي احنا قلناه.